فين؟ رحت مع محمد مشوار. مشواري؟ ده لسه جيت. مشوار في مصر جماعة كنت مشاركهم في حاجة وخدته معاي عشان نفضوا الشركة. ومالك حزين؟ قل فضوها ولا ما رضيوش؟ فضوها خلاص. وطبعا هو كان عايز يعمل معاك واجب جدعا عشان تسكت عن حقك. حقي ايه؟ حقك في كل حاجه. سيبيني لوحدي دلوقتي يا بنت الناس. وحدك تاني؟ مكفاكش 10 سنين يا احمد؟ النهارده بالذات حاسس اني وحدي في الدنيا. خير يا بيه خير. طبعا خير يا حاج. حددوا جلسة يوم 15 الجاري، احتمال كبير يتحكم لصالحك بالنسبة لإن زعمل كده المحجر، لأن ورقنا سليم والحمد لله. أيوة كده، أهو أنت دلوقتي مش متر، أنت 100 متر. بس الطريق مش عارفين نعمل فيه أي حاجة. خليها على الله. شرفت. شرفت. هتضحك يا حج ووشك منور. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. صباح الخير. صباح الخير والجمال والسعادة يا فرحة. مناع روح اعمل شاي. حاضر يا عم الحج. ازيك يا فرحة؟ والله والله كل ما اشوفك الفرحة هتخش في قلبي. يا رب على طول. وأكيد تجوى صغيرة هتطلع أحلى بنتي في الدنيا عشان واخدة من حنانك. أحلى بنتي في الدنيا عشان أنت جدها. الله يخليك. ثانية واحدة. ألو أيوة متر. إيه نسيت حاجة؟ لا جورنال النهاردة موجود. ها إيه إيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إيه اسمع انت ترجع تاخد مكافأة مخصوص في الليل. لا. تحب ابعتها لك المكتب؟ ده مع استنى انت قلت صفحة كام؟ الخامسة. مع السلامة. استنى يا فرحة. مناع مناع يا عبد الحاج هات الجورنال. حاضر اتفضل خد يا فرحة. انت متعلمة اجري في الصفحة الخامسة في المحليات. أنا مش عاوز أقراها أنا، حابب أسمع بصوتك. روح يا مناع اعمل أي حاجة. أي حاجة كيف يعني؟ اعمل شاي اشربه. أقول لك
روح السلعة وعايزاك. تعالي اقعدي اجري. أنا له خبر. خبر بتاع تحويل الطريق في الصفحة الخامسة. تم تعديل مسار الطريق الشرقي الجديد لطريق الصعيد إلى مسار جديد لم يحدد بعد، نظرا لأن المسار القديم والمار عبر الجبل ثبت أنه مسار غير آمن ويشكل خطرا على أكثر من مستوى. يا سلام يا سلام يا سلام، إيه الكلام الشهد ده؟ إن شاء الله يخليك يا عم الحاج. دعوتك استجابة ده؟ قولي نفسك فيه وأنا أحققه لك دلوقتي. صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا ابو زكري. عملت ايدك يا حاج؟ رجعت المحجر كيف؟ ما انت عارف يا ابو زكري انا اتصالاتي كبيره ومعارفي كتار. معارف ايه دول يا حاج اللي يلغوا قرار الحكومه؟ اصلا انا كلمتهم ناشف. مفيش، اتصلوا بيا قالوا لي ما تزعلش يا حاج، اللي انت عايزه هنعمله. يا سلام، بقى ده المشوار اللي انت خدت فيه اخوك على مصر. تمام، جابنا الناس الكبار وفهمناهم. وخدت اخوك ليه؟ اخوي يعرف ناس مهمه قوي هناك، ضغطنا عليهم من ناحيتين وافقوا. واعر انت قوي يا حاج محمد. بس انا سمعت عنك حاجه مش مصدقها. يعني حاجتين خير؟ اشاعه بتقول قال ايه عاوز تتجوز بنت اخوي. ايه يعني عايز اناسبكم؟ تناسب مين يا ابو زكري؟ عمرك سمعت عن دي بتتجوز سبع؟ كلها وحوش يا حاج، واحنا بني ادمين. ما قلناش حاجه، بس بني ادمين عن بني ادمين يفرقوا. فكر زين قبل ما تحط نفسك في ورطه انت مش كده. مبروك عليك المحجر يا حاج، سلام عليكم. ايه مش هتشرب الشاي؟